مرات الأب في غلطها مين يردها ويحاسبها؟ بتفتري على يتامى الأم المفترية ومين يحاسبها؟ مدام الراجل خاب وسلم لها مين يحاسبها؟ ماشية بمزاجها وبتعمل اللي عايزاه في الدنيا، دايسة على الكبير والصغير بمزاجها في الدنيا، لا تطمت ولا اتعلمت حاجة من الدنيا، ولو وشت علينا الدنيا يقولوا لي مين يحاسبها؟ تحية غالية للأستاذ إبراهيم عصران وشركة مشوار ميوزك، تحية غالية للأستاذ باسم شاهين كل ما نزيل الصوت، تحية غالية للفرقة الشاطرة، تحية غالية لكل ضيوفنا الأستاذ رجب حسين والأستاذ محمد وكل الموسيقيين الشاطرة، أستاذ بكر درويش، أستاذ بدوي، أستاذ رأفت السني الياس، تحية وسلام. تحية غالية عشان حلوان وراس حلوان. من فعل مرات الأب يا ما شفت كتير، ضرب وأهانة وقلة أدب وقسوة كتير، هو عشان ما هوش ابني بتفتري بدون تفكير؟ بطلت هو عشان مش ابني بتفتري بدون تفكير؟ بص من التعليم والسبب يا ولي انتي، تجلف مال ابوه وتحرميه ليه انت؟ هو يعني من بيت ابوك حملتي وجبتي؟ ومن افعالك انت المتشردين في الشارع كتير. هيجرى ايه لو مرات الاب تكون بقى صافية وتحب ولاد جوزها بضمير، واللي هي بقى صافية كان الكل يحب بعض وتبقى القلوب صافية، عامليهم وربيهم وربنا يجازيك الشكر، وكوني أصيلة ما تستنيش من العبد الشكر، اعملي لله وعلى الله الجزاء والشكر، وشيل الشيطان من الفكر تلاقي الضماير بقى صافية. المطلوب على عيني في راجل بيتكلم كلام جد، وراجل ملوش لازمة، وراجل كلامه هلس ومن الغير الهلس ملوش لازمة، وراجل واطي ويعمل ما بين الرجال أسمى، وفي واحد يساوي ألف وفي ألف ملوش لازمة، والراجل المحترم وسط الرجال له لازمة، أصل القصب بالعود لكن القش بالحسمة، والشعب العربي فرح لما بوش اتضرب بالجزمة. طول عمري احكي كلام كتير، طول عمري احكي كلام كتير عن الخير، وهفضل اقول وهقول كتير واغني عن الخيل، ده فدرت كتير بالعرب والعقل منهم خل، العقل منهم خيل، الفارس في الميدان طول عمره ركيب فاهم مجاله ودايما في الميدان ركيب، شجاع وجسور وفاهم الاصول ركيب، واللي موش ركيب احسن له يبعد عن الخيل. ميدان السبع كبير عايز بقى فرصة تزين المجال وتبقى في المجال فرصة، ما هي الأصيلة عمرها ما تدي للعويل فرصة، بنت الأكابر حافظة العرض وشرفها، كرامتها متسارة في كل مجال وشرفها، والسرج زينها ومحلي كمال شرفها، واللي تصون شرفها تبقى في الميدان فرصة.
حلوان وعرب راشد، تحية الحاج فرغلي كل تطر الأكشاب وكل أولاده، تحية غالي أخمان السعيد أبو سنة، تحية غالي محمد حسين، تحية غالي الحاج صلاح سالم والحاج السيد مهدي الصانع وكل أولاده كل العرب والأنفار، حاج صلاح السيد، حاج عبد كفتة وعلي كفتة